في داخل عملية الانسبيريشن بيبقى في عندنا مجموعة variables بعمل لها control ومجموعة variables بعمل لها limitation. control ده معناها دلوقتي أنا طبعا بداية control هو الحاجة اللي أنا بمشي بيها عملية الانسبيريشن. انسبيريشن يعني بمعنى إن أنا دلوقتي لو أنا بعمل pressure عشان أبتدي أعمل flow عشان يملى اللانجز، يبقى أنا دلوقتي بتحكم يعني في العملية كلها عن طريق البريشر. اوكي، ممكن في بعض الاحيان ان انا في اثناء عمليه الانسبيريشن اتحكم في الفوليوم، يعني انا عندي تارجت فوليوم معين وبتحكم في كل حاجه علشان تريتش مثلا فوليوم معين او الفلو. طبعا الفلو والفوليوم يعتبر ريليتد. وبعض الاحيان ممكن ان انا كنترول التايم، يعني بمعنى ان انا اعمل عمليه الانسبيريشن لغايه وقت معين وبعد كده خلاص اوقف بعد كده وخلاص، يبقى كده عمليه الانسبيريشن يعني خلاص اكتملت، يعني اخلص انتهي من عمليه الانسبيريشن بعد وقت معين ريجاردس ايه اللي حصل في الوقت ده. في ممكن عندنا في اثناء عمليه الانسبيريشن يبقى في عندنا حاجه اسمها ليميت فاريبلز. في عمليه اللي هي الكنترول بيبقى عندي واحد بس اقدر اعمل عليه كنترول. الليميت فاريبلز بقى لا مش كده. الليميت فاريبلز دي لا يسمح ان انا اتخطى الليميت اللي موجود دوت. بمعنى ان انا دلوقتي لو حطيت ليميت على البريشر ووصلت للليميت ده خلاص ما اقدرش ان انا اكمل اعلي البريشر اكتر من كده، لازم يفضل عند الماكسيمم ما يزودش عن الماكسيمم. لو حاطط ليميت ممكن احط كمان ليميت على الفلو ريت، ممكن احط ليميت على التايم، يعني ممكن احط ليميت على كذا فاريبل في نفس الوقت بحيث ان انا ما اتخطاهمش. اوكي، فبتكلم مثلا دلوقتي لو انا عندي الكنترول بالشكل ده كده البريشر بيبقى ممكن، لو انا عندي كنترول مثلا فوليوم يبقى معنى كده البريشر ممكن ياخد اي فاليو، يعني زي ما انا بتكلم مثلا على ان عندي كارنت سورس والفولتج نفسه اللي موجود عندي في السيركت بيبقى يعني ما بيبقاش بقى محدد، يعني بمعنى ده كارنت سورس ممكن يبقى الفولتج عليه اي حاجه، فبالتالي على حسب الريزيستنس وعلى حسب حاجات كتيره ممكن يبقى شكل البريشر مختلف. فبنتكلم على الفلو ريت طبعا بيعتمد على الفوليوم. لو انا بعمل كنترول على البريشر يبقى ساعتها ممكن الفوليوم يتغير وممكن الايه ممكن الفلو يتغير برضو، يعني بنفس البريشر يبقى فيه اختلاف نتيجه لاختلاف الريزيستنس اللي موجود عندنا في البيشنت. بنتكلم على الجزء اللي هو له علاقه بالليميتيشن او الليميت، ده بيحدد برضو من الطبيب، يعني بيبقى فيه عندنا حاجه اسمها البيك انسبيراتوري بريشر. البيك انسبيراتوري بريشر لا يسمح للبريشر ان هو يعلى عن بيك معينه. فمعنى كده لو البريشر، لو انا مثلا بستعمل فوليوم كنترول ووصل البريشر في الـ يعني في الـ في الـ في الانسبيراتوري اير مثلا اعلى من حد معين بوقف على كده. فبالتالي احنا عندنا ممكن يبقى في عندنا مالتيبل ليميت فاريبلز بس لازم يكون عندنا وان كنترول فاليو.